أن أرفع اخترنا اليوم ولاية وهران لكي تكون الولاية المحتضنة للندوة الجهوية لشركة نشيئة في الجزائر. هذه الندوة كانت فرصة لنا لتقديم كل ما قامت به الوزارة لدعم شركة نشيئة والابتكار في الجزائر، تلقى من صندوق الاستثمار، مسرع شركة النشيئة، الإطار التنظيمي إلى آخره. كانت أيضا فرصة لنا للتعرف على مختلف الفاعلين في مجال الابتكار والمؤسسة النشيئة في المنطقة. حتى القادمة إن شاء الله ستكون في ولاية غردايا وستخص كل مختلف الفاعلين في الابتكار والشركات الناشئة للجنوب الجزائري.